انا هي المراه اللي نهار ولدت حشى فيا راجلي قرعه، واللي وقع البنات كيخلع. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قصه جديده ومشكله جديده. اليوم معنا واحد الكارثه من العيار الثقيل. اليوم معنا واحد السيده اللي جات تعاود الالم والمعاناه اللي عاشتهم باقا كتعيشهم لحد الساعه بسبب واحد الخطا دارته في الحياه ديالها، دفعت ثمن غالي وغالي بزاف. فاليوم جات تطرح معنا المشكل اللي عندها، واكيد بحال دائما وكيف ما عودنا الجمهور ديالنا الكريم والمتابعات والمتابعين ديالنا اننا كنعطيو الحلول. اي واحد واي وحده عندها مشكله كيف ما بغات يكون النوع ديالها، فحنايا كلنا اذان صاغيه وكنحلوا المشاكل مع بعضياتنا، واللي عنده شي مشكل يطرحوا والله المستعان. فغادي نجدد ترحب بالمستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، وغادي نقول لكم عفاكم الله يجازيكم بخير. ما تنساونيش من التاب ديالكم، جيماتكم وكومونتيراتكم راه كيزيدوا بيا القدام، وراكم عارفين اشنو كنقصد. فبقاو معايا حتى النهايه او نسمعوا القصه ديال هاد الاخت الكريمه اشنو كتقول. السلام عليكم، انا سميتي وهيبه وفي العمر ديالي 34 سنه، واليوم جيت نعاود لكم الكارثه اللي وقعت ليا، الكارثه اللي دار فيا الزوج ديالي الله ياخذ فيه الحق. بسبب غلط غلطتو في حياتي، دمرت حياتي حرفيا. غادي نعاود لكم القصه ديالي وكيف ما قالت لي الاخت امينه نعاودها من الاول، ونعطيكم واحد النبذه عليا. انا المشكل اللي عندي دابا حاليا صرالي بسبب الطفوله. عشت واحد الطفوله مكرفسه بزاف، الاب والام ما كانوش كيتفاهموا نهائيا، وملي بديت كنعقل على راسي انا في هاد الدنيا وهما مدابزين. حنا كنا ثلاثه بينا، خويا هو الكبير وكاين واحد اختي وانا الصغيره فيهم. انا في الوقت اللي بديت كنفهم وكنعرف الحياه كيفاش غاديه، لقيت الوالدين ما متفاهمينش، كنت كنقرا في الثامنه، وكان داك الوقت جاتني واحد المراهقه اللي خايبه بزاف، بزاف ديال البنات اللي دازوا هاد القناه وعاودوا على المراهقه ديالهم. كتجيكم على اللباس على المكياج على الدراري، انا حشاكم اعزكم الله كانت فيا الدوده، كنموت على شي حاجه سميتها المصاحبه، وكنت كنبغي نتصاحب مع الرجال الكبار في العمر، يعني فين ما كان شي راجل كبير في العمر بحال العمر ديال الاب ديالي كان كيعجبني نتصاحب معاه وانا اللي كنصيدو. الوالد والوالده ما كانوش كيتسالكو نهائيا، وكانوا شد لي نقطع عليك. بداك الوقيته انايا كنت كنقلب غير على ما نحط راسي، اي راجل بان لي خصوصا الرجال اللي كيكونوا بوكو العقب وبوكو حبه كنبغي نترمى عليهم وكنبغي انا نصيدهم. فعلا بزاف ديال الرجال اللي طيحت في الشبكه كانوا كياخذوا مني اللي بغاو وكناخذ منهم اللي بغيت، مع العلم داكشي كيكون غير سطحي، يعني ما عمرني ما سلمت الشرف ديالي لشي راجل، واخا كانوا كيبغيو يحاولوا يديروا معايا علاقه كامله، ولكن ما كنتش كنبغي. نقدروا نقولوا انني كنت ذكيه في داك الجانب هذاك، وكنت كنعطي غير داكشي اللي كنبغي وكناخذ داكشي اللي كنبغي انا بطبيعه الحال. تجت واحد الوقيته اللي الاب والام غادي يوقفوا على الطلاق، صافي قال لك سيدي ما بقيناش متفاهمين، ما غاديش نكملوا مع بعضياتنا. امي كانت ميته بالبغض، بغات تطلق من الاب ديالي باي طريقه وهو كذلك. صافي العيشه ما بيناتهم حرارت، فاش بغاو يتطلقوا الوالد كيجر للشرق وهي للغرب، هي ما بغاتش الحضانه ديالنا كونها انها كانت باغا تمشي لعند والديها، وقالوا ليها الا بغيتي تطلقي نوقفوا معاك الا ولادك يخبقوا عند باهم، حنا ما يمكنناش نخدموا على اربعه ديال النفوس. قالت لي امي انا ولادك ما عندي ما ندير بهم، انت ولادك شدهم الحضانه شدها عندك. خويا الكبير داك الوقت كان قريب يدير 18 عام، اما اختي اللي مورا كانت عندها 15، بالنسبه لي انا كانت عندي تقريبا 13 وطالعه في 14. المهم لقاو مشاكل بهذا الخصوص. الوالد قالت ليه مو شوف ولدي انا كبيره في العمر وما عندي صحه باش نقابلك ولادك، وبناتك قباحات ومشرارات. فعلا كنت انا واختي قباحين بزاف، وتاختي كانت عفريته منا، حتى هي كانت كدير دعاوي الشر. اما خويا داك الوقيته كان صافي طلع له كلشي في راسو، كان هز راسو ومشى للدار البيضاء باش يخدم على راساتو، من تما غادي يجروه الدراري وغادي يحرقو، ما بقينا عرفنا عليه والو. خويا مشى لاوروبا في واحد العمر اللي صغير، بقيت غير انا واختي. المهم ما جاو يطلقوا الوالد والوالده حتى كان خويا هز راسو ومشى، نساو الطلاق ديالهم بخويا اللي مشى حرقو ما عرفو فين مشى. شي 3 شهور حنا كنقلبوا عليه، حتى لواحد الوقيته اللي غادي يجيبوا لنا غير خبارو، وقالك بلي الدري كان مشى لكازا يخدم وجروه الدراري حرق معاهم. وهنا غادي نكتشف بلي خويا سرق الوالد 3 مليون وبها باش حرق. المهم نضو مشاكل كثيره، من بعد صافي الوالد غادي يرمي على الام ديالي يمين الطلاق، وقال لها والله عندي لاباتي امي غادي تطلق وما غاديش ترضى بينا حنا نمشيو معاها، كوننا الوالدين ديالها ما بغاوش، قالوا ليها بناتك قباحين وخارجين الطريق وحنا ما عندنا ما نديرو بهم. ديك الوقيته انا كنت كندير علاقات، شحال من مره حسني خالي، واحد المره تلاقات معايا خالتي راكبه مع واحد السيد كبير في العمر، وديك السيد كان راجل صاحبتها
المهم كانوا شافوا عليا الديفو، كانوا شافوا الديفو حتى على اختي، داكشي علاش متقبلوش الام ديالي بناتها. حنا اضطرينا اننا نبقاو مع الاب ديالي، وتجدتي بدورها ما كانتش كتحمل فينا الشعره، وكان داكشي ناتج على ان الام ديالي كانوا كيكرهوها في العظم، كيفاش غادي يديروا يبغيو بناتها وهما كيكرهوها. صافي بقينا عايشين معاهم في الكنار. اختي غير وصلت للسن ديال 17 سنه، نط هزت راسها باتت ما صبحات، اختي هربات. ملي غادي تهرب اختي عاوتاني غادي نوضو مشاكل كثيره. جات الام ديالي كتلوم الوالد، قالت له ما عرفتيش تربي بناتك وكذا، وهادي قال لها هذه التربيه ديالك الخانزه، كون كنتي عرفتي انت تربي بناتك ما غاديش يهربوا، ها هو مشى الدري وهي تبعاتو البنت. المهم اختي غابت علينا تقريبا شي عامين، من بعد غادي نعرفوها بلي تزوجت بواحد الريفي. صافي بعد على الاقل ملي عرفناها تزوجت ما بقاش بالنا معاها بزاف. اما انا كيف ما قلت لكم بقيت على حالي، كنتصاحب مع هذا كنشد هذا ونطلق الاخر، ما كانش عندي غرض نهائيا من غير انني نعيش مع واحد اللي يكون كبر مني. ما عرفتش علاش كنت كنقلب، واش على حنان الاب ولا على حنان الام. المهم واخا نقدر ندير بزاف ديال الاعذار راسي، ولكن هذا الشيء هذا ما فيه حتى شي عذر. انا صراحه غلطت وغلطت بزاف، كوني انني كنت كنتصاحب مع رجال كبارين عليا، صراحه استغلوني بالمزيان وحتى انا استغليتهم بالمزيان. دازت الايام ودازت السنوات، واحد النهار شتني واحد السيد كنت متصاحبة معاه، كان ديك الليلة عاقل عطاني 1000 درهم وخرجني معاه. داك النهار كان الوالد ديالي مسافر، جدتي مشات عند واحد بنتها كانت حاملة وكانت كتقابلها، كنت غير أنا في الدار. استغليت الفرصة ومشيت معاه، فاش مشيت معاه وعدني قال لي ما غادي ندير لك والو، زعما غادي نديرو داكشي غير سطحي. ولكن فاش وصلني ولد الحرام بغا يغتصبني، شدني بزز مني وبغا يدير معايا داكشي صحة. جاب الله كنت مصفحة، ما دامني لا حق ولا باطل، تكرفص عليا بالضرب وتكرفص عليا بزاف، ولكن على الاقل ما خداش مني العذريه ديالي، وهنا غادي نتكتشف راسي انني انا ماشي طبيعيه. من بعد منها كانت عندي واحد صاحبتي كنعاود لها كلشي وكتعاود ليا كلشي، حتى هي رجليها كانوا خارجين في الشوارع. مع العلم ديك الوقيته راني كنقرا، في ديك الوقيته كنت كنقرا في السانكيماني. قلت ليها انا خرجت مع داك الموسخ الفلاني وها شنو دار ليا شنو دار ليا، وراه الحمد لله ما دامني لا حق لا باطل. بان ليا بحال انا ماشي طبيعيه. قلت لي كيفاش؟ قلت لها شنو شنو؟ قلت لي يلا تمشي عند الطبيبه تشوفي شنو غتقول لك. قلت لها ولكن غادي نمشي عند الطبيبه شنو غادي نقول ليها؟ قلت لي شوفي الا بغيتي تمشي معاك ماما تمشي معاك ماما. انا واحد النهار مشدتني عند واحد الطبيبه ودارت لي الفحص البكاره وقالت لي بنتك ما عندها حتى شي حاجه. داكشي اللي كان هضرت مع ماماها قلت لها وديها شنو شنو بغات تمشي دير فحص البكاره. مع امها كانت عارفه البنت خارجه الطريق وكانت عارفاني انا صاحبتها. كنا المهم كنديرو الزبايل، هي ما بحال كانت كتدفع ليك الطريق حيت كانت كتجيب ليها الفلوس. صافي مشات معنا ديك السيده داتني للطبيب على اساس انا بنتها، قالت لي انا بنتي راه جاو فيها الخطب باغا نزوجها. فسولتني الطبيبه على العمر ديالي، قلت لها عندي 18 عام. كذبت عليها الصراحه، قلت لها لاكارت ناسيونال علاش ما عطيتيهاش برا؟ قلت لي حقا باقي ما درتش لاكارت، عاد راني غادي ندفعها باش غادي نعقد. المهم بقينا كنكذبوا عليها من هنا لهنا، هي واخا حست بشي حاجه ما قالت والو. دارت لي فحص العذريه، قالت لي انت مصفحه يعني عندك البكره المطاطيه، ونهار التوجي راه ما يمكنش يدخل بك راجل هكا تديري واحد العمليه. الحمد لله حمدت الله وشكرته، وهذا سبب كافي باش يخليني انني ندير داكشي اللي بغيت بلا خوف بلا حتى شي حاجه. وانا بحال استغليت داك الامر الصالح ديالي، كوني انني كنت كنخرج مع رجال، قلت لكم كنت كنخرج مع رجال متزوجين ورجال كبارين، نقدر نخرج مع راجل عنده 60 عام وما عنديش المشكل، بالعكس كنلقى راحتي. جربت انني نخرج مع الرجال اللي كيكونوا صغارين في اللاج ديالي، ولكن الصراحه ما كانوش نهائيا كياتيريوني، كنت مضروبه على الرجال الكبارين. صافي وليت عايشه حياتي بالضرب والعرض، كندير اي حاجه بغيتها، ولكن الراجل داك البلاصه هذيك كيعيا مسكين والو، ما كاين والو، ما كيسولني شنو كاين، كيقول لي كنقول ليه ما عرفت انا ما عارفه والو. واحد النهار سولت صاحبتي قلت ليها انت زعما باقا عزبه؟ كتقول لي بطبيعه الحال باقا عزبه. ما بقيت كنقرر فيها واش انت بحالي مصفحه، قالت لي لا انا ماما متقفاني. كيفاش متقفك؟ قلت ليا ما يمكنش لشي ولد المراه يدخل بيا كيف ما بغى يكون، حتى تفتح داك التقف، يعني نقدر ندير اي حاجه الا ديك المنطقه هذيك اللي ما يقدرلهاش، كيوصل تما كيفشل. سبحان الله العظيم كنت كتجيب الفلوس ديال الفلوس والراجل ما كيدي منها لا حق لا باطل. بقيت هكا كنستمر في داك الشيء هذاك، توصلت للسيزيام اني، وهنا الاب ديالي غادي يعيق بيا. تصور واحد النهار صيت واحد السيد، وهذا السيد صاحب الاب ديالي الروح بالروح، والله ما كنت عارفه بلي صاحب بابا. ايوا واحد النهار وقفنا في السطوب وهو الوالد ديالي قشعني، قشعلي شقشعني، بقى كيعيط هكا كيلاغي بالسميه ديالي والسميه ديال داك السيد، حنا ما شفناهش ولكن هو شافنا. ايوا ملي جيت للدار ديال البنات لقيتو عساس ليا في الباب، شدني عطاني هلكات العصا، قال لي فلان الفلاني شنو كنتي كديري معاه؟
نكرت وقلت لي عمر الشبش ما غربت، انت واقيلا غير شبهتيني. قال لي ما يمكنش انا نشبك، واش انا عور واش انا عمى. المهم عطاني قتله ديال العصا، قال لي انا غادي نشوف واش كنتي معاه ولا ما كنتيش. المهم تلقى معاه هضر معاه سولو، قال لي شتك مع واحد السطاها شنو هاشنو منين دبرتي عليها مع داك الراجل كان معروف بونسوان، فين ما بانت له شي وحده كيف ما بغات تكون كيمشي معاها. هو قال لي ما نكذبش عليك، واحد القراطيسه وغير عتيق ثقه وكيفاش هكيفاش. قال لي واش هذيك البنت ما كتعرفهاش بنت من؟ قال لي لا ما كنعرفهاش. قال لي واش انت كتعرفها؟ قال لي حتى انا ما كنعرفهاش. هو الوالد ديالي جا صاخط صاخط، قال لي بنت الحرام وكتكذبي عليا. مع العلم كان قال ليها سميتها شكون هي، هو ما عرفنيش بلي بنت صاحبه، ولكن عارف السميه ديالي وعارفني كنقرا في الليسي الفلانيه، حيت ماشي مره ماشي جوج خرجت معاه، وكان كيجي حتى للمدرسه عندي بالطوموبيل كيهزني. كندير معاه بزاف ديال الحوايج يعني، واخا في نص النهار كيدور معايا وكنمشي بحالاتي. واحد النهار جا عند الوالد على غفله صورو، قال لي ها ودي راه داك البنت اللي كانت معايا ديك النهار قالوا لي ساكنه غير هنايا، والصراحه هذه مده باش غبرت عليا. كنسول عليها البنات في المدرسه كيقولوا لي ما شافوهاش. انا داك الوقيته كنخرجني الوالد من المدرسه، وكان قالوا لي البنات بلي انا ساكنه غير في داك الحومه، وجا كيقلب. المهم الوالد ديالي قال لي ها ودي ما نعرف انا ما عندي خبر. انا يعاد هو كيهضر مع الوالد في الباب، وانا فيا الفضول نعرف الوالد ديالي مع من كنهضر كيهضر في باب الدار. وانا نخرج خرجت كنعوج والسيد كيقشعني، قال لي والله الا هذه هي الدريه لمن كنقلب. الوالد الدار قال لي شكون هي؟ قال لي هذه انا شفت الوالد شاف فيا. الوالد بحال خويتي عليه المطايب، هو يشري عليها. قال لي دخلي بنت الحرام شو واقفه كدير تما، ويقول لي لا لا راك غالطه هذه راها بنتي انا. قال لي ما تقوليش. قال لي صاحبي ماشي غير مره ماشي غير جوج تلاقيت مع هاد البنت هادي، وانا هاد البنت باغيها للزواج وها كيفاش ها كيفاش. المهم غادي نقول لكم الوالد ديالي حمار مسكين وتزنق وما عرف ما يدير، دخل عندي مسكين بحال شعله فيه العافيه، وعرفتو النور في وجهه ظلام، خلاها برا ودخل عندي. قال لي يا بنت الحرام فضحتيني وشوهتيني وفضحتك فضيحه هاد النهار. قلت لي انا ما درت والو بابا، انا هاد السيد ما كنعرفوش. قال لي ما تقوليليش. صافي دخلو، دخل جلس في الصاله. كان داك الوالد داك الوقيته كان متزوج بواحد السيده، قال لي ها وجدي لينا اتاي، وجدت اتاي، حطوا الوالد جلس كيتهاود معاه. قال لي ها ودي انا هاد البنت الا كانت بنتك راني باغيها على سنه الله ورسوله. قال لي واخا الصراحه غلطنا انا وياها، قال لي انا ما حسابليش بنتك. قال لي صاحبي كون كنحسب لي بنتك والله ما نغلط معها، ولكن هاد البنت انا بغيتها وما كرهتش زعما نكمل معها. ايوا يا جي وتشوفوا الوالد غادي يجرني وغادي يدخلني عنده. قال لي واش هذه هي البنت اللي كنتي انت وياها على علاقه؟ قال لي هي هذه باش حميها والحميها. انا نكرت وقلت لنا على طول الله وعليك فين انا ما عمرني شفتك ما عمرني درت معك علاقه. قال لي وبنيتي الا كنت كنكذب عليك راه نعطيك الدليل والبرهان. قلت لي اين دليل واين برهان؟ قال لي في البلاصه والفلانيه عندك واحد الزبيبه. فعلا كانت عندي، جيت الستر ديالي واحد الزبيبه كحله، وديك الزبيبه هذيك الماما دائما كانت كتقول لي بلي توحمت على شي حاجه وحكت تما. المهم الوليد كان عارف ديك الزبيبه فين عندي. ايوا شدني عطاني قتله ديال العصا قدامه، قال لي دابا شنو الحل؟ قال له ما تضربها ما والو، انا هاد البنت بغيتها من قلبي، واخا غلطت معايا كتبقى بنت صغيره وبالعقل، وانا هاد البنت باغي نربيها على يدي. ايوا ناض الوالد قال لي ما هنا غير تزوجي، مي ما صبرتيش على خبزتك طب نوضي تزوجي. صراحه ما بغيتش نتزوج انا براجل كبير، انا كنت كنبغي ندير علاقه مع الرجل وصافي، ولكن باش نفكر في انني نتزوج به ولا ندير معاه الولاد كانت من سابع المستحيلات. صافي الوالد ديالي غادي يبسس عليا داك الزواج، وقال لي غادي تزوجي وربيك. فاش مشينا نعقدو لقاوني قاصر، قال لي داك العاد اللي بغى يعقد لينا، قال لي يا بنتي انتي راكي باقا صغيره وباقا طفله وخصكي تكملي قرايتك كاش داك لهاد الزواج. وانا بديت كنبكي، قال لي كمن بزيزين عليك هاد الزواج؟ شاف فيا شاف داك السيد قال لي واش انت بات العريس ولا شنو؟ قال لي لا انا هو العريس. وقال لي ها سي محمد كون تحشم شويه على اعراضك. قال له هاد البنت باقا صغيره يقدر تكون صغيره في بناتك قدها وانت جاي تزوج بها. قال له البنت باقا قاصره هادشي هذا راه غادي يديكم للحبس. قال له نوضوا جمعوا راسكم ولا غادي نصيفطكم فين تترباو. ايوا سامعوا نقولكم الوالد غادي يديني للدار وغادي يعطيني دقه ديال العصا ما رحمنيش. داك السيد كيفرق عليا هو كيضرب فيا، قال لي دي الكلبه بلا عقد، ها هي ملي تكمل 18 عام سير عقد معاها. فعلا الوالد ديالي غادي يصيفطني بلا عرس بلا عقد بلا حتى شي حاجه، هزني هكا كيف ما هكاك بحوايجي اللي لابسه وصيفطني معاه. قال لي دي عليا الحراميه.
ايوا هي هذيك السيد الثاني الصراحه سيمانه وانا معاه ما كنتش كنخليه كاع يقيسني، كان كيقول لي شوفي راكي معايا في الامان والضمان، غير خلي الاب ديالك يتهدن شويه ان شاء الله وغادي نهضروا معاه وغادي ان شاء الله نديروا داك الشيء اللي بغيتي. كنقول ليه عافاك انا فعلا كنت معاك على علاقه ولكن ما باغاش نتزوج بك، انت راك قد دبا. كيقول لي نهار كنتي كتمتعي معايا وكتفضحيني وكنفضحك ما كنتش قد دبا، ودابا كان بالك قد دبا. كنقول ليه عافاك انا ما بغيتش نتزوج، عافاك غير خليني ترونكيل عليك. المهم بقيت معاه تقريبا شي سيمانه، من بعد جا الاب ديالي عندي قال لي دابا غير تسرحي راسك فيها وفي الاخير ما تسرحيش راسك، راني غادي ندير لك ونفعل لك ونترك لك. كان كيقول لي غادي نقتلك ونشرب من دمك، حيت سيد مشى شكال وقال لي بنتك راه ما باغيانيش وراها شنو ها شنو. ملي جا عندي الوالد بدا كيهضر معايا، قلت ليه شوف قلت ليه قتلني ذبحني اللي بغيتي ديروه با، انا ما غاديش نتزوج بهذا السيد، وانا الا بقيتو مزين عليا هذا الشيء هذا راني غادي نلوح راسي من شي شرشم وغادي ندير لكم شي فضيحه اللي ما عمرها ما غادي تنسى. ومي شافني الوالد بحال هكاك ولا رجعني للدار. صافي قال داك السيد سير فحالك، خلي البنت تكمل بعدا السير القانوني ديالها، ولا كانت في المكتب غادي نعطيها لك. هنايا البنات غادي ندخل سوق جوايه وغادي ندخل سوق راسي. مرت با كانت صراحه كتعامل معايا زوين، كونها مسكينه ما كانتش كتولد، يعني فاش داها الوالد كان عارفها عاقره، وكانت قالت لي انا ما كنولدش، قال لي انا ما عندي ما ندير بالدراري، عندي جوج بنات تخرجوا لي شيطانات والدري راه مشى ما بقيتش كنعرف عليه شي حاجه. صافي بقيت البنات جالسه مع مرت با في الدار، كنفعها كنخدم معاها الشغل متعودين انا وياها متجمعين انا وياها. الاب ديالي ما كيشوفش لجهتي، كان كيقول لي انا حرمتك قد ما حرمت عليا امي، ما كنتش كنديها فيه. كانت مرت با كتقول لي دبر راسو دي على قد عقلو ما تديهاش عليه البلاصه اللي عمرها انت يا خويها. داكشي اللي كنت دايره مع الاب ديالي، توصلت للسن ديال 18 سنه درت لاكارت ناسيونال ديالي، حتى لواحد النهار وانا نشوف لقى داك السيد اللي قلت لكم كان غادي يزوجني بيه بزز وكانت عندي معاه علاقه جاي عاوتاني كيدق دارنا، قال لك سيدي باغي يتزوج بيا. قلت ليه انا سير بحالاتك راه ما غاديش نتزوج بك واخا تنطبق السما على الارض. جاب الله فاش جا ما كانش الوالد، قلت ليه راه لبقيتي جيتي عندي مره اخرى هنايا غادي نسخن واحد الطنجره ديال الزيت وغادي نكبالك على كمارتك باش تتعلم مره اخرى تجي تزوج بناتك. يوم خليتلوش خشافيه الهضره وقال لي الدايره والفعله والتركه. المهم خوا قلبو، قلت ليها سيدي انا داكشي كامل اللي قلتيه فيا ما عنديش مشكل، غير الزوج اللي ما غاديش تحلم تزوج بيا. صافي صيفطو مشى بحالاتو. هنا مرت با قالت لي شوف يا بنيتي الا جاب لك الله شي ولد الناس سيري تزوجي على راساتك. مع كنت قلت لمرت با بلي انا شنو كنت كندير وبلي انا مصفحه، قالت لي ماشي مشكل دابا الا جاب لك الله شي ولد الناس سيري من الاحسن سير غيبي كمارتك احسن ما هذا الولد الحرام يبقى كيزن يزن على باك تيزوجك به. ايوا داكشي اللي كان مرت با كان عندها واحد ولد خوها كيكون في ليبيا واحد العام كانوا جاو تما، ديك العام نيت كان الصيف جاو باش يحضروا لواحد الصدقه ديال واحد عمهم، وكانت حضرت حتى مرات با قالت لي تمشي معايا، قلت ليها نمشي. فاش مشينا غادي نتلاقاو مع داك الدري هذاك ولد خوها. ايوا شافتو عنقاتو سلمت عليه بقات كتسول فيه، شافها معايا سلم عليا حتى انا سولها عليا، قالت لي هذه مرت راجلي بنت راجلي عفوا. ايوا بقينا كنتعرفوا انا وياه، سولني شحال من سؤال واش كتقراي شنو كديري، مع واحد الانسان اجتماعي وظريف بزاف. هذيك قال لي شنو كديري في حياتك، وهذه بقينا كنتعرفوا انا وياه. ايوا هي تقول لي مرت با والله لا ما تلقاش بحالها، لا بغيتي تتزوج لا باقي ما تزوجتيش. قال لها ودي عميمتي وانا كرهت نتزوج ولكن راه مازال عندي المشكل مع المراه الاولى. هنا غادي نعرف بلي هاد ولد خوها كان مزوج وكيطلق مراته، كان مزوج بواحد تونسيه وجابها لليبيا وما بقاتش تجلس معاه في ليبيا كونه انه خدام في ليبيا، ما بغاتش تجلس له في ليبيا. ملي ما بغاتش تجلس طلبت الطلاق، قال ليها الله يعاونك. وكان مازال بيناتهم المشاكل حيت كان بيناتهم ولهيد، هو كان باغي ولده وهي كانت باغيه ولدها، ممكن عندهم باش مشاكل كانوا مازال ما تطلقوش 100%. صافي بقات ديك الهضره هكاك، دازت الايام والاشهر حتى لواحد النهار وانا نلقاهم جايين عندنا هذا ولد خوها وامه، تلقيناهم دقوا علينا السلام عليكم السلام دخلوا رحبنا بهم. سبحان الله العظيم شفتو قلبي دار دق بحال حسيت بيه من داك المجيه ماشي عاديه، وزيدكم ما ارتحيتلوش نهائيا، وهو اللي غادي يكون راجلي وهو اللي غادي يدوز عليا العذاب. واحد الانسان ما نكذبش عليكم استغلالي وكيتسيطر على بنادم وخصو المرا يديرها في الجيب. صافي هو في الاول ما كانش كيبين لي هذا الجانب، غير انا سبحان الله العظيم ما ارتحتش ليه نهائيا. فاش جا هو امه جاو ضاحكين ناشطين جابوا لي كتب الله في يديهم درنا ليهم الكوتي. ايوا انا نسمع امه كتقول لها ودي راه حنا جينا نخطبوا بنت راجلك الا تبغي تزوج بالولد. قالت ليها ام دراو شكيتو المشكل مع المراه الاولى، قال لك صافي سالينا معاها دابا الا تعطيو لنا البنت. ايوا قالت لهم شنو غادي نقول لكم، البنت راها مربيه على يدي
والضرافات وراها معايا في الدار. زعما قالت لهم ماشي انا راه ربيبتي وغادي نتهنى من هنا، ماذا بيا تجلس معايا تعاوني في الشقه. نتوما كتشوفوا راه ملي جيتو منوط انا كاع الكوزينه ما حطيتش يدي في الماء بعد، علمتها الشغل كامل دابا راه تبارك الله بحقلها. قالت لهم زعما ما غتلقاوش حسن منها، ولكن الراي الاول والاخير كيبقى ديال باها وديالها حتى هي. انا ما عندي شيء ما نعطيكم، هذه راه كنعتبرها بحال بنتي، ولكن هذا لا يعني انني غادي نبز عليها شي حاجه. ايوا هما عاد كيهضروا، انا صراحه راخيه ودني عليهم وما يعيطوا عليا. جلس قالت لي اما بنتي واشنو قلتي؟ قلت لها فاش خالتي؟ قالت لي دابا حنا جينا عندك طالبين راغبين فيك لولدنا فلان، ولدنا راه كان مزوج وراه طلق، كنظن راكي عارفه السبب، ولا ما كنتيش عارفه نقولوا لك. تزوج واحد تونسيه، في الاول كانت هي وياه على علاقه حب 3 سنين هما مع بعضياتهم، ونهار بغى يتزوج بها شرط عليها تجي تعيش معاه في ليبيا، كون حنا كنعيشوا في ليبيا. قالت لي ملي جات السيده عاشت مع الشهر الاول الثاني الثالث، قالت له بغيت تمشي لبلادي، يلا تمشي معايا لبلادي. وهو كان كيبغيها كيحماق عليها وكيدير ليها خاطرها في كل شيء، ولكن الا فادي حيت خدمته هو كاينه في ليبيا، هو سامح في بلادو المغرب ومشى لليبيا يخدم تبعنا حنا على وديت الخدمه ديالو، حيت انا راجلي عنده واحد المنصب كبير تما في ديك ليبيا. المهم بقات كتعاود ليا، قالت لي مي ما بغاتش تجلس معاه، صافي طلبت الطلاق، وحنا ما لقينا ما نديرو من غير انها تمشي الله يسهل عليها، حيت ولدي ما غاديش يقدر يعيش معاها. هادشي علاش دابا كنشرطو عليك من هنا، الا يجي واحد النهار وتبغي ولدي وتقولي نتوج به، ويجي واحد النهار وتقولي انا بغيت بلادي، هادي ما سمعوهاش منك. انا الصراحه خلاتني غير كنشوف، ما عرفت ما ندير. حنا عاد هكا كنهضروا، الاب ديالي دخل لقى الناس عندنا في الدار، ما هو كان كيعرفهم، سلم عليهم رحب بهم، قالوا له السبب الزياره، قالوا له حنايا جينا نطلبوا بنتك راغبين فيها للزواج. الوالد بقى كيشوف فيا كيشوف مرت با، ايوا قال لهم ان شاء الله خير. قالت لي الوالد قال لي شنو كتقولي في هذا الشيء؟ قلت ليها با انا ما نعرفت، خصك انت تشوف. قال لي انا ما عندي ما نشوف، بغيتي تزوجي سيري الله يسهل عليك، انت تزوجي تزوجي سوا هاد الناس وغدا، شوفي الا ارتحيتي له سيري الله يسهل عليك. مع العلم ان الاب ديالي كان كيشوف فيا غير بالنص. قلت انا صافي مادام انا والوالد ما كنتفاهموش، واخد عليا واحد الموقف خايب، صافي نمشي نتزوج ونبعد عليه، اصلا نبعد ونتهنى. مع العلم الام ديالي كما كانتش كتسول فيا، قلت صافي انا ندير هاد ولد الناس، نديرو هو با ومي وخويا واختي وصافي، ونبينا عليه الصلاه والسلام. قال لي شوفي دابا انت بغيتي تزوجي، انا ما نزيدك غير الخير والاحسان، ما بغيتيش انت جالسه خيمي ضربي هنايا الوتاد. قلت ليها الوالد ما غادي ندلا وتاد لا والو، انا غادي نتزوج. رد عليهم خرج عندهم قال لهم بسم الله عليها، جمعوا المسائل ديالكم مرحبا بكم. قالت ليه المراه راه عارفه فلان ولدي راه كان مجوج وطلق، قال لي هذاك الشيء كامل ما كيهمنيش، انا اللي كيهمني جيتو للباب دخلتو من الباب مرحبا بكم 100 ألف مرحبا. صافي ضربت لصقت، تفاهموا ديك الليله على كل شيء، هو ما كانش عنده با كان عنده غير مو. ايوا هي هذيك اتفقنا على العرس، من بعد 3 شهور غادي نديرو العرس. قالك غادي يمشي يكمل شي خدمه تما وغادي يجي يديرو العرس، غادي نجلسو شهر في المغرب ومن بعد غادي نطلعو لليبيا باش نستقروا. داكشي اللي كان بالتمام والكمال، جا السيد عقدنا انا وياه، وجدنا العرس ديالنا. الصراحه الوالد ديالي واخا كان غضبان عليا وميك عليا، دار ليا واحد العرس دايزو الكلام، غير هو قبل ما يدير ليا العرس كان شرط عليه واحد الشرط، قال لي قبل ما تعقدي مع هذا الراجل حاجه وحده اللي بغيتك ديريها، قال لي باش ما تحطيليش وجهي في الارض. قلت ليه شنو هي؟ قال لي تمشي ديري شهاده العزوبه باش ما توقعيش شي مشكل. قلت ليه انا مستعده الوالد، انا ما دايراش وما خايفاش. قال لي وهي لا توكلتي على الله، فعلا غادي تمشي معايا مرت با والوالد غادي يديوني عند واحد الطبيبه. دارت ليا الفحص، قالت لهم البنت باقا عزبه يعني بنت، ولكن عندها مشكله ديال البكره، خص الراجل اما يكون مجد واما يفتحها الطبيب. الوالد ديالي غادي يهضر مع الطبيبه، قال لي هادشي كامل خصك تشرحيه للزوج ديالها. قالت لي ما عنديش مشكل، يجي عندي ويكون خير. فعلا قبل ما نعقدو قال لي الوالد اودي شنو كاين شنو كاين، قال لي انا ما غاديش نقدر نفسر لك هاد الامور ولا حياء في الدين، ولكن غادي تشد مرتك وغادي تديها الطبيبه اللي بغيتي نتايا، يعني دي عرضها على اي طبيب بالاختيار ديالك، باش ما تقولش ودي شي حاجه ماشي هي هذيك كاينه. قال لي سيدي عمي ما قلتو حتى شي عيب، انا غادي نديها ان شاء الله ما يكون غير الخير. فعلا داني عند واحد الطبيبه كيعرفوها هما العائله ديالو، مشيت انا وياه والام ديالو واحد اختو، مشينا عرضني عند ديك الطبيبه، ما قلنا ليها حتى شي حاجه، قلنا ليها حنايا غادي نتوجو بغيت ندير فحص ديال البكره باش نطمئن على راسي وصافي. فعلا غدير ليا الفحص، نفس الهضره اللي قالت ليا ديك الطبيبه الاولى اللي مشات معايا عندها الام ديال صاحبتي، نفس الهضره اللي قالت الطبيبه اللي داني عندها الاب ديالي، نفس الطبيبه نفس الهضره اللي قالتها الطبيبه هذه، يعني قالت بلي عندي بكره مطاطيه وخصها ضروري تدخل جراحي. هذه كانت مصره على ان يكون تدخل جراحي.
صافي تفهم الزوج ديالي شنو هو الموضوع، حيت بكونه انه قاري وعارف شنو كاين. قال لي صافي ماشي مشكل. قال الوالد، قال لي عمي انا هاد الشيء هذا راني عارفه، وراني زعما انا قاري واعي، ماشي هاد الامور هادو ما غاديش زعما نغفل عليهم، ولكن انا مراتي ما غاديش ندير بها الدخله هنايا في المغرب، غادي ندير بها الدخله تما في ليبيا، حيت انا هنايا ما غاديش نثيق نعطيها للمنواله، كنخاف تمرض ليا ومن بعد عاوتاني نلقى مشكل، وانا ضروري خصني نرجع للبلاد. قال لي الوالد انا ما عنديش مشكل، المهم انت خصك تفهم هذه المساله هذه، والبنت اللي ديتيها تما خصك تعرف كيفاش زعما تفهم الطبيب كيفاش غادي يفتحوا البنت، ما يمكنش تديها تما وهي ما عارفه والو بعيده علينا، يعني خصك تديها تما وتعرف عند من تديها. قال لي الراجل لا ودي عمي ما تخاف من والو، تما كاين الطب وكاين الاطباء وكيفهموا في هذا الشيء. قال لي المهم حنا بنتنا خصنا نطمئنوا عليها وصافي. صافي دار ليا كيف ما قلت لكم الوالد واحد العرس مطرطق، درنا واحد العرس زوين بزاف، من بعد ما عقدنا الامور غاديه مزيانه. قال لي هنا ما غادي نديروا لا دخله لا والو، غادي نجلسوا لمده معينه اللي عندنا هنا في المغرب، تمشيو غادي نديروا الدخله كامله. فعلا دوز ديك الليله ديال العرس ديالي في اتم الصحه واتم العافيه، طبيعه الحال تقرب مني الزوج ديالي، ولكن كان داك التقرب هكا غير سطحي. ما انا كيف ما قلت لكم كنت كندير علاقات مع الرجال، يعني عندي خبره في داك الشيء هذاك، فاش انايا تقرب مني راجلي بديت كنتقرب منه عادي، تبارك الله راه داك الشيء كيكون فطريا ونيت عندي تجربه، بديت كنتقرب منه عادي. قال لي شتك بحال محترفه. قلت لي كيفاش؟ قال لي يا بنتي يا تبارك الله عليك كتعرفي في هذا الشيء. قلت لي لا ماشي مساله راني محترفه هذا الشيء ولا كنعرف له، راه كما كان الحال انا كنبقى مرا بالفطره ديالي. قال لي لا كاينين شي عيالات راه ما كيعرفوش لهذا الشيء. قال لي بحال المره اللي كنت مزوج بها سبحان الله العظيم، النهار ديال الليله ديال الدخله ديالنا ما عرفت منين شدها، انا ما كانش عندي خبره وحتى هي لقيتها ما عندهاش خبره، ولكن دابا بانت لي عندك الخبره وانا سبحان الله صدمتيني. ايوا قلت ليه ما نعرف انا هادشي سبحان الله جاني غير مهكك، حيت كنبغيك وديك الشيء وراني تقربت منك عادي. فعلا لقيت راسي بحال زدت في لادوز، يعني انا تقربت منه بواحد الشكل بحال ملهوفه عليه. صافي قلت انا بنادم ما تقالي شويه، ما تبقاش تبيني داك الشيء كامل اللي عندك، ما تعطيش الاوراق ديالك كاملين، حيت السيد من الضربه الاولى قال لي كتباني ليا محترفه. صافي دوزنا مع انا ويا داك الشهر، كان كيبان لي شويه متعجرف في الاول الصراحه، كان كيبان لي ظريف، ولكن المعامله اللي حسيت بها كيعاملني بها هاد السيد هادي تبدلت على النهار اللي كان كيتعامل بها معايا النهار الاول. ولا السيد مثلا بغى يديرني في جيبو يسد عليا، ما ديريش هذيك ما تلبسيش هذيك، انا كنت كنكبر بيه، كنمشي مثلا عنده كنقول ليه هذه واش جاتني زوينه واش نلبسها، كيقول لي مزيره حيديها، وشحال من مره كيجيب لي حاجه مزيره كنلبسها كنقول ليه هذه مزيره، كيقول لي لا غير لبسيها. يعني بقيت كنفكر كنقول انا هذا الراجل ماشي كيغير عليا، هذا السيد هذا باغي تسيطر عليا، يعني نلبس الحاجه اللي تعجبه وما نلبسش الحاجه اللي ما تعجبوش، المهم الحاجه اللي تعجبه هي اللي خصني نديرها، ماشي غير في اللباس، في جميع الحوايج، اي حاجه اي حاجه كيف ما بغات تكون. الا بغيت غير نعس على يدي هاد اليمين وبغيت نتقلب على اليسار خصني تنقول لي بغيت نتقلب على يدي اليسار، يعني متعجرف وكيحس براسو بحال ما كاينش شي راجل اخر بحالو في الدنيا. كملنا ديك الشهر، جمعت حويجاتي مشيت ودات الوالد ديالي ودات مرت با بالدموع، اما حتى الام ديالي ما شتها ما شافتني. مشيت مع راجلي تبعتو لليبيا، داك الوقيته كنا سافرنا غير انا وياه، الام ديالو وخواتاتو العائله ديالو كلشي كانوا سبقونا، بقينا غير انا وياه تقريبا شي سيمانه موراهم لحقنا. ملي لحقنا بهم لقيت لهم موجدين لي واحد العرس دايزو الكلب، عرس بالتقاليد الليبيه مع هاد عقوسي كان راجلها المغربي متوفي اللي هو شيخي انايا الله يرحمه ويوسع عليه، وكانت مزوجه بواحد الليبي تما ووالده معاه بنت وولد، وهادشي انا ما كنتش عارفه تا مؤخرا، يعني تتزوجنا انا والراجل عاد عرفت بلي عقوسي مزوجه بواحد الليبي وعايشه تما معاه، وكانوا داروا لي واحد العرس ليبي يعني بالتقاليد ديالهم تما. المهم دازت واحد الاجواء اللي زوينه وفرحت بزاف. صافي هنا غادي تبدا العلاقه ديالي مع راجلي. واحد الليله قال لي شوفي بنت الناس دابا رحنا زعما ولينا مزوجين ودابا تزوجنا هذه تقريبا شهرين ومازال ما درتش الدخله بك، وانا صابر عليك هذه المده كامله، كنا كنديروا علاقه سطحيه وصافي. قال لي ما بقاش عايش معاك بحال هكذا. قلت ليه حتى انا ما بقيتش ما نبغيش نبقى عايشه معاك بحال هكذا. قلت ليه راه انت اللي قلتي لي تال تما وغادي نديروا العمليه. قال لي اه حتى انا داكشي اللي قلت لك. فعلا السيد غادي يديني عند واحد الطبيبه، فحصتني قالت ليه نفس المشكل، قالت ليه هذه كون تدخل جراحي، فعلا هي اللي دارت لي العمليه، تعذبت بزاف.
بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. ايوا السيد من تما هو كيتعامل معايا خايب، كيقول لي انا ما فهمتش هذه القضيه ديال خصك تدخل جراحي، ما عرفتش انا شنو هذا الشيء هذا. في الاول كان كيقول لك انا واعي وعارف هذه الامور وهذه وبلا ما تشرحوا لي، ولكن في الاخر ولا بحال كيسعط مني، كوني انني شي 3 شهور وانا مريضه ما كنتش كنقدر نمارس معاه. وكانت قالت لك الطبيبه ودي المراه غادي تعذب شويه، عندها البكره قاصحه بزاف. قالت لي اصبر مع مرتك شويه غير غادي ترتاح ان شاء الله ويكون خير. هو ما كانش كيصبر، خصو كل ليله ندير معاه علاقه، وداك الشيء علاش ما خلاليش كاع الجرح يبرى. واحد الليله درت فيه قلت لي خليني غير نرتاح شويه، انا صافي ما قديتش. بقى كيدور فيا قال لي انت خص اللي يدير لك واللي يفعل لك. بغى يضربني، بدا كيتهدد عليا بالضرب، ما ديتهاش فيه، قلت دبر راسو راه غير مقلق وصافي. جات عكوسي قالت لي يا مالك انت وفلان، قلت لها ما ماليش. لقيت السيد هزها سخونه وبارده ومشى عاود لمو كل شيء. ما نكتبش عليكم كلشي نتقبلو من الراجل الا يمشي يعاود لمو شي حاجه اللي كتخصني انا وياه. يوم الليله ديال الدخله هو كيتعامل معايا خايب، قلت انا ماشي مشكل. دازت الايام دازت الشهور، كعيط ليا الاب ديالي مرتبه كيسولو فيا، كنقول لهم راني مزيانه راني بخير ولا خير، ما خصني حتى شي خير. دوزت مع هاد السيد ايام اللي ما نكذبش عليكم خايبه بزاف، وندمت كاع علاش تزوجت به، كوني انني داك الارض السعيده ما ولفتهاش. ومعه هو هما جايين ساكنين فواحد البلاصه بحال شكل البدو، يعني جايين خارجين شويه. واخا هو كان عنده الطوموبيل كيمشي للخدمه ديالو بالطروسبور ديالو. ايوا الراجل كان شنو كيدير؟ كان كيقول لي انا بزاف عليا نجي حتى لهنا ونولي. السيد يلاه عاش معايا واحد 3 شهور بحال هكداك، هو يقول لك انا كريت وغادي نسكن مع الدراري مع الزوافريه، غنبقى نجي عندك جوج مرات حتى 3 المرات في الشهر، حيت انا بزاف عليا نبقى نشد الترقل صباح وعشيه. قلت انا ماشي مشكل. السيد ولا كيهجرني، عرفتو بالثلاث شهور بالربع شهور، بقيت هكا كل مره صراحه. السيد يعني كيمشي وكيغبر عليا، كيعيط عليا كيسول فيا، كنقول ليه انا راني زعما محتاجك غير انت، ما خاصني حتى شي حاجه في هاد الدنيا. لو كان كيقول لي انا راني كنقطر في الخبز واش حسابك غادي نجي انت تيني معاك شكون اللي غادي يخدم عليا انا. صافي السيد ما كيجيش ما كيديهاش فيا، تصور شحال من مره كيجي وكيلقاني عليا العاده الشهريه، كيصوني عليا كيقول لي انا غادي نجي غدا، كنقول لي انا راه عليا العاده الشهريه، ماشي زعما يقول لي تتمشي عليا العاده الشهريه ويجي، لا كيجي عندي وانا عليا العاده الشهريه باش كيلقى سبب باش ما كيمسني ما كيقيسني. صافي كيجلس داك اليومين 3 ايام حتى كتقرب تمشي عليا، اوكي كيبنوض كيمشي للخدمه ديالو، كيغبر عاوتاني عليا شهر بالتمام والكمال، وكنحافظ ليا التوقيت ديالها. فين ما تكون عليا العاده الشهريه يجي عندي كيجري. ملي كنقول ليه علاش كتجي عندي من انا في العاده الشهريه، كيقول لي واش انا حساب لك غادي نتسنى انت تمشي عليك العاده الشهريه، انت اللي سولي راسك علاش فين ما كنجي عاد كتجيك هاد العاده الشهريه. بحال كان كيبغي يكذبني، كان واحد الانسان نرجسي وكيبغي راسو بزاف. من بعد ما نكذبش عليكم حسيت بديك الفراغ العاطفي، مع العلم في الاول سكنت مع العائله ديالو، ولكن من بعد ما بقيتش ساكنه معاهم، عزل ليا داري بوحدي. كانت مو ما كنتفقوش انا وياها، وكان راجلها شويه عينيه زايغين وراجلي بحال جاتو الغيره وقال لك ما تسكنيش معاهم. المهم عزل ليا داري بوحدي، قال لي غادي تعيشي بوحدك. صافي انا لقيت راسي بوحدي، كنشري لي واحد التليفون جابو ليا، بديت كنكونيكتا معاه، كنت كنقول ليه انا كنقلق، كان داير ليا غير تليفون عادي. من بعد غادي ياخذ ليا تليفون جديد، قال لي هاك التليفون باش تونسي بيه. بديت كندخل على البنات المواقع ديال الزواج، المواقع ديال الدردشه، وليت كنهضر مع الرجال، ولات جاتني الدوده اللي كانت فيا شحال هادي، وليت كنفكر انني ندير علاقه مع شي راجل كبير، حيت داك الرجال الكبارين كنلقى فيهم داك الحنان اللي ما كنلقاش في الزوج ديالي. وليت كنتصاحب مع هذا ومع هذا ومع هذا، وكنت صراحه دايره معاهم علاقه غير في التليفون. واحد المره تعرفت على واحد الجزائري كبير في العمر، عنده شي 50 عام. المهم هو مسكين محروم ما عندوش المراه، كان تزوج وكانت مرته طلقت منه ودات ولادها ومشات غبرت، وهو كيكون فرنسا. وكان كيشكي ليا كيقول لي ولدت 8 ديال الاولاد بين الاولاد والبنات، ونهار هزتهم امهم وداتهم حتى واحد ما عقل عليا، وراني عايش غير بوحدي. كان كيصور لي الدار، كيصور لي العيشه اللي عايش مكرفص، واخا كان لاباس عليه وعنده الفلوس. المهم ولينا كنهضروا انا وياه، هو كيشكي ليا وانا كنشكي عليه، حتى صافي طاح فيا كيف ما كيقولوا طحت فيه. ولينا كنهضروا انا وياه وكنمارسوا داك الشيء غير في التليفون، وليت كنعس معاه بحال مراتو، لكن داك الشيء كيكون بيناتنا غير في التليفون. واحد النهار راجلي قال لي انا ما غاديش نجي، عيطت عليه قلت له واش غادي تجي اليوم، معاك كنت حافظه له التوقيت ديالو، قال لي لا ما غاديش نجي، بحال تخلو الشك. ايوا السيد خلاني على داك الدين، قال لي ما غاديش نجي، قلت انا صافي ما غاديش يجي، راني من بعد مقصره مع داك السيد كنهضر معاه في الليل بزاف. ايوا السيد عنده السوار ديال الدار، جا انا كنت مشبوحه غير في واحد البالكون، كان الصاد كان شهر 8، جالسه كنهضر انا وياه جالسين حاشاكم اعزكم الله كنمارسو جنس غير في التليفون.
راجلي فاش دخل جلس كيتصنت عليا، خلاني حتى كملت. ايوا جا ليا عطاني قتله ديال العصا. ولا لهداك السيد بدا كيهضر معاه، الو شكون انت الموسخ، شكون انت الحمرق اللي الترابي؟ هو كيما شدك التليفون كيجدو على طول تيدو كيضربو مع الحيط. ناد لي انا عطاني قتله ديال العصا. انا نكرت، قلت لي ما كاين حتى شي حاجه من هادشي اللي راك تقول. قال لي لا، واش انا حسابك راني حمق، راني سمعت كلشي. والمشكل ديك الليله راجلي جا سكران بيلا، راجلي كان كيشرب. صافي ملي جيت انا كنت كنقول ليه راه ما كاين والو، انت سكران ودخان وصافي، راه ما كاين حتى شي حاجه. بحال بقى شاك ما بين الحقيقه والخيال، كيقول لي لا ما يمكنش نكون انا غير كنهتر. قلت ليه ما كاين والو، انت راه كنتي غير كتهتر. فانا كنت دايره واحد الفيديو في اليوتيوب حقه وكنتصنت ليه، ايوا بحال اللي تقني وما تقنيش. المهم القتله ديال العصا كليتها. صافي في داك الايامات هذيك لقيت راسي حامله، وكان جا داك الايامات كندار شي مشكل في الخدمه وكلس معايا تقريبا شي شهر ونص وهنا غادي نحمل. فاش حملت من راجل راه خديت مده طويله باش حملت معاه، اما حتى العائله ديالو ما بقات عندي بهم حتى شي علاقه. مو كانت قبيحه، راجلها كان واحد مسقط الوالدين منه ما كاين، كان اللي شافها كيقول ديالي، وكانت كتغير حتى هي مني. وهي في الاول كانت كتحرش ولدها باش يعزل ليا على عليها هي، حيت كانت كتغير من راجلها عليا، مع انا صغيره وزوينه وراجلي سامح فيا كانت خيفانه. المهم صافي ما كانتش كتبغي تجي عندي حيت خيفانه على راجلها مني. من بعد ما حملت راجلي بحال ما فرحش بداك الحموليه، وكان دائما كيجبد عليا الموضوع ديال انني ربما نكون خنته. كنقول لي انا ما خنتك ما والو، راه غير كيتهيئ لك. المهم بقينا هكاك. دازت الايام، دازت الشهور، حتى الليله اللي غادي ينوض فيا الحريق ديال الولده، داك الوقيته صافي ولا رجع جلس معايا، ما بقاش كيسافر ولا خدام غير حدايا، حيت البلاصه اللي كان خدام فيها وداك المنصب اللي كان شاد كان دار فيه شي مشكل، صافي ونقلوه لواحد الجهه كانت تقريبا البلاصه اللي ساكنه فيها. المهم السيد كان كيمشي وكيروح لدارو حتى الليله اللي غادي نولد. فاش ولدت الناس ما بغاش يديني للطبيب، غادي نضطر انني نولد في الدار. وجاب مو هي اللي ولداتني، عيات في يدي مرتك للطبيب، قال ليها ما يمكنش ما غاديش تمشي للطبيب، غتولد غير في الدار. اصلا هادشي اللي فكرشا باينه فيه حرامي. جات عكوسي قالت ليه نعرف الشيطان شنو كتقول. قال ليها انا عارفه هادشي اللي فكرشا حرامي وباينه كانت كتخونني. حق الله عكوسي دافعت عليا، قالت ليه مرتك ما عمرها ما دارت شي حاجه، وكون شفنا عليها شي حاجه حنا راه حنا غادي نقولوها لك. المهم ولدت ولدي. داك الليله هذيك نض عطاني قتله ديال العصا، قال لي هاد الدري ما كيشبه لياش، وباينه انت جبتيه من الزنقه. عرفتو عطاني قتله ديال العصا، سمح فيا وخرج، بقات معايا. من بعد عكوسي غادي تهز راسها وغادي تمشي بحالها، حيت هي كانت كتموت بالغيره على راجلها. قالت لي انا ما نقدرش نبات برا الدار، انا غادي نمشي ودابا حتى الصباح نجي عندك بكري. ضربني ولدها ما خلاليش، ما خلاتلوش الصراحه، دفعاته قالت له خرج. هو خرج مشى بحالاته وانا بقيت كنبكي. عرفتو ولدي حدايا ما قداش تنهزو ردعو، كيبكي ربي اللي خلقو، ما لاقياش حتى اللي يهزو يمدو ليا غير باش نعطيه ردع. اما الماكله كانت دارت لي عكوسي الماكله وحطاتها قدامي، والله ما قصتها. المهم السيد جا في الليل، جا بيله شد واحد القرعه ديال الشرب في يدو، ايوا غير دخل عليا ويقول لي اجي لهنا الدايره ويا الفاعله. عيط لي حاجاكم غير بنت القاف، شدني البنات تيشدني ووقفني وجلسني على ديك القرعه. وييها البنات تتقولوا دار فيا كارثه عظمى، بديت كنغوت ربي اللي خلقني. عرفتو كاع الناس سمعوا قواتي وما قدروا يديروا والو، كانوا باغيين يعيطوا للبوليس ولكن ما قدروا يديروا والو، راجلي قبيح بزاف. صافي من بعد هادي شد ليا فمي بواحد السيف، قال لي سكتي وقطعي الحس. ليله كامله وانا كنزف، جات عكوسي لقاتني صافي القلب ديالي بغى يسكت. ايوا عكوسي ما لقات ما دير من غير تعيط لابيلانس، جات هزتني داوني فواحد الحاله خطيره. عرفتو راجلي دار فيا فضيحه كحله، وانا عاد والده. هنا عكوسي غادي تعيط لبا، قالت ليه بنتك شنوها شنو، هاد ولدي ما صالحلهاش، راه عذبها في حياتها. فعلا الاب ديالي غادي يدير الاجراءات ديالو كامله، ما لقاش مسكين كيفاش يدير جي عندي. كان كيعرف واحد السيد كاين تما في ليبيا، قلب على النمره ديالو عيط له قال لي انا مزوق فيك، سير شوف ليا البنت. صافي الوالد ديالي غادي يدعيهم من هنا. ايوا بقينا طالعين نازلين حتى طلقت من هاد الحيوان هذا، هزيت راسي ورجعت بحالاتي. خليت له ولدي وسمحت له فيه، ما نكذبش عليكم مع البنات انا ما كرهتش ولدي، ولكن ما قدرتش نجيبو معايا حيت عارفه غادي نعذبو. وهو اصلا ولد الحرام ما كانش كيحمل داك الدري، كيقول لي انا ماشي ولدي. قلت لي ها هو ربي ولا لوحو ولا ديه لشي خيريه. ولكن ما بقيتش بزاف حتى لقيتو هبط للمغرب وهبطوا ليا، قال لي رجعوا انا وياك وسمحي ليا، انا ظلمتك وهادي وهادي وراه ما كنتش حاس براسي وسمحي ليا. قلت ليه والو ما يمكنش نرجع معاك واخا نعرف يوقع اللي وقع. دابا البنات لحد الان انا راني مطلقه معاه، ولدي مره مره فاش كيهبط للمغرب كيجيبوا ليا كنشوفو. دابا بغيت نرجع عندي ولدي ولكن هو ما بغاش، قال لي الولد انت زلتي عليه شحال هادي، حيت انا الولد انت زلت عليه فعلا بالقانون. دابا كيقول لي الا بغيتي ولدك اجي نرجعو مع بعضياتنا، وما عمر غادي تشوفي مني شي تعامل خايب، وغادي نتعامل معاك زوين، وانا حقا غلطت في حقك نهار طلقتك.
دابا البنات انا ما قديتش نتزوج ونسمح في ولدي، كنبكي عليه الصباح وعشيه، ندمت علاش ما جبتش ولدي معايا، ما قديتش نرجع مع هاد الراجل حيت خايفه لا ينتقم مني ويدير فيا داكشي اللي مازال ما داروش. واخا الصراحه كنخدا واحد العقوبه سجنيه ولكن خرجوه بطريقتهم. وهذه هي قصتي اختي امينه وحكايتي. دابا انا ولدي مسكن بعيد عليا، ولدي دابا تقريبا عنده 9 سنين وما كيشوفني، ما كنشوفو الا مره في العام، كيجي عندي 3 سوايع على 4 صافي وكيديه ليا، كيقول لي بغيتي ولدك رجعي عندي. انت اللي سلمتي في ولدك وانت اللي ما بغيتيش النهار الاول. ودابا المشكل هذه الفكره مدخلها للراس ديال الدري، ولدي دائما فاش كيجي كيقول لها ماما رجعي مع بابا، عافاك ماما، غير رجعي معها ماما، عافاك ماما. ولكن ما عرفتش البنات، خايفه منه بزاف. كنتمنىكم تنصحوني، الله يجازيكم بخير. وهذه هي قصتي وحكايتي، شكرا لكم والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين اختي شنو غادي نقول لك، صلي صلاه الاستخاره وطلبي الله الا عندك الخيره في الرجوع رجعي له، ربما ربي هداه وزعما ما غاديش ياديك مره اخرى. هادشي اللي نقدر نقول لك، مادام مشبت انه يولي لك ربما باغيك، وسبحان الله العظيم راه الشيطان هذا. وزيدا هو ما تبلع عليك ما كذب عليك، راه داكشي اعترفتي به بعظمة لسان كيف ما كيقولوا، داكشي علاش دابا انت غلطتي وتا هو غلط. ايوا سبحان الله العظيم، ما تعرفي واش من الخاطر ولا ماشي الخاطر. المهم انا حاجه وحده اللي نصيك عليها، انا استشرتي معايا قلت لك صلي صلاه الاستخاره واللي فيها الخير الله يجيبها، وكان عندك فيه الخير دابا تولي له، ما كانش عندك فيه الخير الله يبعدو عليك. ولا ديتي انا واحد الطريف طري كاع ما بغيتيش تولي له، شتي راسك ما غاديش تعيشي معاه مزيان وغادي يعذبك، سيري تزوجي ديري وليدات اخرين، الولد راه كيكبر مع با. هادشي اللي نقدر نقول لك انا، ما تبقايش انت مضيعه راسك، فهمتي؟ هادشي اللي نقدر نقول لك. وشوفي شرطي عليه ربما يرجع يعيش معاك في المغرب حدا عائلتك احسن، والله يدير لك اختي شي تولد الخير، والله يجمعك مع ولدك، راه صعيبه بزاف ماشي سهله. وانت فاش تنازلتي على ولدك باش ما يجيوش البنات يلوموك، راك انت في واحد الحاله الله يحسن العوان، نفسيه حاله نفسيه خطيره مع الغربه، راه كلشي بنادم راه ما يحس بك غير اللي مجرب، حيت الغربه راه ماشي سهله بالنسبه للناس اللي مجربين الغربه، راه الغربه ماشي سهله. وهادشي اللي كاين حبيبتي، الله يدير لك اللي فيها الخير، الله ينصرك. شكرا لكم البنات، عفاكم مزيدا من الدعم، جيمكم ونطير البنات، بارطاجيو هاد القصه، الله يجازيكم بخير وبسلامه عليكم.